الحوايج ديالي خسر، الدقيق ديالي خسر ليا، كلشي تكرفصت بزاف، هادشي دائما كيجي دائما كل عام. السيول القوية أوقعت هذه المرة ضحية واحدة وهي السيدة جرفتها المياه. وتبقى سلامة ساكنة هذا الحي النقطة السوداء بخنيفرة مهددة بسبب سوء تدبير منافذ المياه بعد إحداث حائط وقائي على طول مجرى أم الربيع، وبسبب ضعف البنيات التحتية وشبكة التطهير السائل. هاد السور هذا اللي دايرين مستفدين منه والو، دايرين واحد الروكار صغير هو 20 سنتيم، ما نفعنا بوالو، في الصيف تيحلو في الشتا تيسدو. الناس ديال الحمام ضرورة، حنا ما عرفناش هادشي منين تيجي، دايرين القوات صغار، الروكارات صغار، قادو زي 30 سنتيم، واش غادي يدوز الماء راه ما تيدوزو. حنا كل عام تاني نشوف هادشي، نشوفو شي حل اللي غادي يديروه معانا. السور ديال الواد راه ما تيكالي عندنا والو. حقاش القوات كلشي مسدود، ما كاين اللي غادي يرد البال زعما القادو سدوا علينا البيبان ديال الواد كاملين. هذا المشهد يتكرر منذ سنوات في عدة أحياء بخنيفرة، وكل سنة يزداد عدد المتضررين من الأمطار والسيول، مما يحتم تدخلا عاجلا لحل هذا المشكل الحضري بخنيفرة بشكل نهائي.